ارجع لك دكتور، المناهج اليوم انا عندي مثلا في واحدة من دول الخليج دخلوا بالمناهج الذكاء الاصطناعي، دخلوا مثلا حماية من الجرائم هاي الابتزاز الالكتروني وكذا. احنا ما يحتاج انه ندخل بالمناهج، ندخل مثلا التوعية ضد المخدرات، التوعية من ألعاب العنف، العنف إلى ماذا يؤدي، الجريمة. خلى غادر شوية فت 5 سنين 6 سنين أظل آني مثلا بالأشياء الكلاسيكية، منها مع كل العرفان والتاريخ يشهد منها جرائم البعث مثلا. بالنسبة للمناهج، أولا المناهج هي مقررة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أقصد بخلية تحقيق، وهاي المناهج تخضع للتطوير من اللجنة القطاعية كل فترة لما تقبل غلط يعني. بالإضافة إلى ذلك أنه كل أستاذ جامعي من حقه يضيف ما مقداره 20-30% وحتى 40% على أساس المنهج يضيفه. المواد اللي قلت عليها الآن هي متدرس فعلا وموجودة، بالنسبة لجرائم البعث موجودة تدرس كل المراحل عندنا. أعرف، بس أقصد ليش ما أعطيها الأهمية للمخدرات؟ عندي خطر آني هذاك تاريخ ولا وعندنا بالنسبة أحكيك على كليات التربية، مالي بالإدارة واقتصاد أحكيك حاليا، كليات التربية عندنا عندهم مادة في المرحلة الثالثة على كل المراحل، عندهم مادة تخص هذه المادة المخدرات مكافحة جيد على الأغلب. بالإضافة إلى ذلك شنو عندنا؟ عندنا المناهج اللي تعلم وتخرج الأناس المتخصصين في معالجة مثل هذه الحالات أولو بشكل أول، ومن ثم تحال إذا كان يعني عندنا ناس متخرجهم اللي ونسميهم المرشدين التربويين، احنا يتخرجون من جامعاتنا لقسم العلوم التربوية والنفسية، تخرج المرشدين التربويين هذول مهمتهم يعالجون هاي المشاكل السلوكية والانحرافية ولا. لكن مسألة انه شخص يكون مدمن هذا بعد هذا مو مهمة المرشد التربوي قوية. هذا انا محتاج من الباحث الاجتماعي او المؤسسة الاجتماعية من خلق لغة تخاطب جديدة ما بين الشخصية المستهدفة بالبحث يعني وما بين الجهة، يعني يمكن ذيك النوبة هم قلناها، ما نظل نسوي ندوات، ما نظل نسوي بيش هم ملتهين يعني ملتهين بالمواقع، أنا أدخل لهم بالمواقع أوعيهم ليش هو سماكم محتوى هادف. بالنسبة إلي أنا مثلا عندي حوالي ما يقارب يعني حوالي 400 طالب إلى 350 طالب أدرسهم في اختصاص معين بجانب الأدب بقية الاختصاصات هذه. احنا عندنا وياهم فاتحين خطوط مختلفة، اولا الخطوط احنا نلتقي بهم وجها لوجه بعد علمنا الالكتروني، وقصدي تصل اكثر وبعد شو اقول لك والمحاضرة ما تتصور اوكي مالتك بس ذاك يتصور وممكن موجود يعني يكون شو ما اريد نلتقي بهم وجها لوجه. كفيلك العباس احنا مخصصين نص المحاضرة هو التوعية السلوكية والاخلاقية والاجتماعية كجزء من عملنا يعني. هاي واحد. بالنسبة للالكتروني احنا كان عندنا سابقا كلاس روم وفتحنا مواقع احنا، بس مواقعنا احنا كأساتذة ما بيها الإقبال اللي يجينا علينا احنا. انتوا لازم تاخذون درس باليوتيوبرية شلون يوصلون الى هاي اللغة المختزلة. احنا خليني اقول لك قضية، هو اليوم هذا دا اشوفه كل العالم ملتهي رايح الى الواقع الافتراضي، تارك الحياة الواقعية او منطيها بالنسبة والتناسب منطي الواقع الافتراضي. اكو جهات تقف وراء هذا اللهو بالمجتمعات ليس العراق فقط. احنا دخلتنا في يعني في نقطة كلش خطرة احنا نسميها احنا. اولا المنظومة العالمية الان تدعم كل هاي الاشياء اللي هي باتجاه معين تسلكها. يعني ما رد نحكي عن الانجيلية ونحكي بروتستانتية ونحكي على الكنيسة العالمية والماسونية، ما رد نحكي في الاتجاه هذا الموضوع يعني طويل عريض، هذا كلها تتوجه بهذا الاتجاه. بالإضافة يعني جهات عقائدية تقف وراء هذا. نعم كل العالم جزء بما فيها مجتمعاته، جزء من الغزو الثقافي وبناء المليار الذهبي اللي يتكلمون عليه انا ما اعرف عنه بالضبط تفاصيله، وجزء من المنظومه العالميه الجديده اللي يردون يخلقوها في العالم. يعتبرون كل هذه المنظومه القيميه ولو فعلا هاي المنظومه القيميه والاخلاقيه اللي انبنت في مجتمعاتنا على مدى الاف السنين. انت ايش تتصور احنا دكتور؟ انا اقصد كل العالم على مود ما اطلع بدور الضحيه. لا ترجع دقيقة. اليوم المجتمع الامريكي ملتهي بمواقع التواصل، المجتمع الاسترالي كذلك حال العراق. انت عندك المجتمعات يعني مو كلها سويه، مو كلها سواسيه. عندك مجتمع بكلمه يتغير، وعندك مجتمع بفعل يتغير، وعندك مجتمع يحتاج سنين طويلة الله تغير به. المجتمعات الإسلامية مجتمعات صعبة التغيير، صعبة التغلغل، يعني صعبة أنه تخلق بها فد بيئة جديدة أو مفاهيم جديدة أو أفكار جديدة.
يراد لها فد يعني جزء من الماضي يعني مو يكون بالشكل لكن يكون بيصير لغة بسيطة أبسط. يعني إحنا هسه أي مجموعة تطلع من هالمجموعات المنحرفة والأفكار المنحرفة تطلع ما تطلع أوتوماتيكياً أو تطلع في شيء جديد، لا ماخذة في جزء من الماضي تبني بس عليه. بس هذا بالظاهر، لكن بالظاهر بال 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 بالجوهر يعني تكون هناك ازدواجية. دخلتني أنت بموضوع أنا يعني إيه؟ الاحتلال البريطاني من دخل للهند وجد أنه أكبر مشكلة تواجهه مفهوم الجهاد. اجوا بنا وفد عقيدة إسلامية جديدة تتبنى، ما اريد نذكر يعني بنت فكر جديد يقول ماكو شيء اسمه جهاد ضد الإنجليز، وأن الله يتكلم اللغة الإنجليزية. خلاص عدد سكان عدد التابع أتباع مالتها ما يقل عن 12 إلى 13 مليون. طيب دكتور محمد كبيرة يعني ابن اكو جهاد.